طب اصحابي، فيديو النهارده فيديو مهم جدا وعايزك تركز معايا كده وتصلي على النبي في الفيديو، ويا ريت لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان اوصلك كل حاجه جديده وحصريه على القناه. خلينا نخش في الموضوع على طول عشان ما نطولش في الفيديو، وزي ما انتم شايفين في عنوان الفيديو والصوره المصغره بتاعت الفيديو، مشكله النهارده حل مشكله تم قفل حسابك على فيسبوك واسترجاع الحساب فيسبوك المقفول. طب يا جماعه، انا حذرت كتير من موضوع قفل الحساب ده، وقلت قبل كده في القنوات بتاعتي التانية ان موضوع قفل الحساب بتاعك على الفيسبوك بيبقى بسببك انت. لما بتجيلك الصورة دي بتبقى انت السبب فيها، انت السبب في المشكلة دي. انت حضرتك بتنشر لينكات من مثلا هديك مثال، يعني مثلا كواي بيبقى عامل لينكات كده بتبعتها على الفيسبوك وبتقعد تنزلها ومش عارف ايه، فالوقتي الفيسبوك بيحظر اللينكات ده، فده سبب من ضمن الاسباب. ما تقوليش انت ما عملتش حاجه، لازم تكون عملت حاجه عشان الصوره دي تبقى موجوده كده عندك، تمام؟ يقول لك فيها تم قفل حسابك. انا قلت لك اهو السبب، تمام يا صاحبي؟ تمام يا صاحبي. طب ايه الحل يا عم الحاج؟ انا هقول لك الحل. الحل ركز معايا زي ما قلت لك في الفيديو، وان شاء الله الحساب بتاعك يتفتح وترجع تاني ان شاء الله تستخدم الحساب بتاعك بكل سهوله. تمام. اول حاجه صاحبي، هتفتح الحساب بتاعك من جوجل كروم، هتستخدم جوجل كروم، لازم تستخدم جوجل كروم. لاحظوا ان انا بكرر في الكلام عشان الناس تفهم. هتفتح الحساب بتاعك المقفول من جوجل كروم، تمام؟ هيظهر لك بالصوره اللي قدامك دي. طبعا حضرتك انت ما معكش هويه، وهو بيطلب منك تاكيد الهويه. تمام يا صاحبيه؟ تمام يا صاحبيه. خلينا بقى نخش في الشغل وهنشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا صاحبي، هتيجي في السيرش اللي فوق دي كده وانت فاتح متصفح جوجل، هتضغط عليها كده، تمام، وهتكتب ورايا الابلاغ عن مشكله في الصفحه الرئيسيه او اخر الاخبار، تمام. لازم تكتب كده كل الروابط متحدثه بتاريخ النهارده، بتاريخ النهارده، النهارده 5/9/2022، كل الروابط متحدثة يا جماعة، بكرر لأن الروابط بتتحدث كل فترة. اللهم بلغت اللهم فشل. بعد كده هتختار أول واحدة اللي هي الإبلاغ عن المشكلة في الصفحة الرئيسية أو آخر الأخبار، تمام. هتضغط عليها كده، بعد كده هيفتح معاك بالواجهة دي، تمام. هنا بيقول لك الموضوع، الموضوع هتكتب له تم قفل حسابي، تمام. أهو هنا وصف المشكلة، وده أهم حاجة يا صاحبي، لازم تركز معايا في الحتة اللي جاية دي. وصف المشكلة هقول لك دلوقتي، وطبعا هتلاقي وصف المشكلة أسفل الفيديو، هتنسخه من أسفل الفيديو، هتلاقي الوصف أسفل الفيديو، تمام يا صاحبي؟ تمام يا صاحبي. طبعا هتقول لي أنا مش عارف أنسخه، هقول لك تعمل إيه. هتفتح حضرتك الفيديو من جوجل عادي عشان تعرف تنسخه، مش من اليوتيوب، تمام؟ تمام. أنا هجيب الوصف وهرجع تاني. طب يا جماعة، أنا جبت وصف المشكلة زي ما أنتم شايفين ونسخته هنا. نيجي في الآخر كده في نقطتين، هنا بيقول لك ايميل اور فون نمبر، يعني شوف حضرتك انت رابط الحساب بتاعك المقفول بايه. لو عامله بايميل هتكتب الايميل بعد النقطتين دول، لو عامله برقم التليفون هتكتب رقم التليفون، ولازم جنب رقم التليفون المفتاح بتاع البلد، تمام. لو انت مثلا من مصر شوف مفتاح البلد بتاعها ازاي، وهتكتب المفتاح وهتكتب رقم تليفونك. لو انت مثلا من العراق او من الجزائر او من اي حته لازم تكتب المفتاح بتاع البلد، تمام، وبعد كده تكتب رقم تليفونك، تمام. الوصف مهم جدا، هسيبه لك اسفل الفيديو. لو في مشكله قابلتك اكتبها في الكومنتات وانا احاول ان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. بعد كده يا صاحبي نيجي لاخر حاجه اللي هي اختيار الملفات، اللي هي الصوره اللي بتجيلك على الفيسبوك اللي هو تم قفل حسابك، بتاخدها سكرين شوت للشاشه وبعد كده بتضغط على كلمه اختيار الملفات وبتختار الصوره يا صاحبي زي ما انت شايف اختيار الملفات، وبعد كده بتختار الصوره اللي انت حضرتك اخدتها من لقطه الشاشه عندك، تمام. تمام. بعد كده بتضغط على كلمه ارسال، تمام كده. تمام كده. لازم تظهر لك الصفحه اللي بعد كده، لو ظهرت لك الصفحه اللي بعد كده يبقى انت كده ماشي تمام، والطلب بتاعك اتقدم لفريق الدعم بتاع فيسبوك، ان شاء الله هيحل لك المشكله من 48 ساعه لمده اسبوع، تمام. تمام، ما تستعجلش، وهو ده الحل يا جماعه بعد التحديث الاخير، ومحدش يستعجل لان الموضوع يا جماعه يعني كتير، يعني مش انت لوحدك اللي حسابك مقفول بالطريقه دي، فاكيد فريق الدعم بيبقى عنده ضغط وكده، وفاهمين يا جماعه، فالناس تصبر شويه، ولو في مشكله زي ما قلت لكم قابلتكم في
فيديو او في اي حاجه سيب لي في الكومنت وانا هرد عليك في اقربات، وانتظروا ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.